تحية رياضية رجوية خاصة لكم عشاق الرجاء، وحييكم أينما كنتم ومرحبا بكم في برنامج كواليس اللقاء. ومباراة اليوم مباراة الجولة 21 من البطولة الاحترافية بين فريق الرجاء الرياضي وشباب الريف الحسيمي والجديد. تزامن المباراة مع احتفالات الشعب الرجاوي بالذكرى 67 من تأسيس النادي الأكثر شعبية على الصعيد الوطني. وكالعادة البداية مع الجزء الأول وفقرة وصول النصر. إذا مشاهدينا تابعنا وإياكم كواليس وأجواء وصول لاعبي الرجاء لمركب محمد الخامس من أجل قمة الجولة 21 أمام فريق شباب الريف الحسيمي، وأحسن هدية يمكن يقدمها النصور خلال مباراة اليوم هي 3 نقاط من النتيجة والأداء. نتابع وإياكم الجزء الثاني وفقرة الإحماء، ومن ثم ضربة البداية، ونلتقي بعد صافرة النهاية. إذا مشاهدينا نهاية مقابلة الجولة 21 بين فريق الرجاء الرياضي وشباب الريف الحسيمي بتألق وفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد. الأهداف سجلت عن طريق ضربات رأسية لكل من محمد الحاج وأيضا بابا طوندي في الجولة الثانية قبل أن يقلص شباب الريف الحسيمي الفريق في أواخر دقائق المقابلة. هنيئا لكل الفعاليات الرجاء، وكان هذه أحسن هدية يقدمها لاعبو الرجاء للجماهير بمناسبة احتفالات الفريق بالذكرى 67 من تأسيس نادي الرجاء الرياضي. هذه تحيات فريق العمل، وموعدنا بكم يتجدد في المقابلة المقبلة. إلى اللقاء.